حالة حزن اكتسحت مواقع التواصل خلال نهاية الأسبوع مع الإعلان عن وفاة الفنان القدير سمير غانم، وبعد 24 ساعة أثيرت موجة من الجدل بعد تصريحات لحسام غانم شقيق الفنان الراحل. وفي لقاء أجرته وسائل إعلام محلية معه شرح كيفية تدهور وضع سمير غانم الصحي وما هي الأعراض التي أصابته. وفي اللقاء قال شقيق الفنان الراحل إنه توفي نتيجة إصابته بمرض الفطر الأسود وليس بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن سمير غانم تعرض لحالة توهان ولم يدخل في غيبوبة. نتابع المقطع. يعني دخلنا عليه أنا ودنيا وإمي وسمع صوتنا، فتح عينه قعد مع عينه تتحرك معانا، وصلينا أنا وهو وكان بعينه بيبص له، هو عينه اليمين سبحان الله قالوا فيها فطر. يعني سبحان الله من أوحش الحاجات اللي بتيجي للبني آدم يسموه الفطر الأسود. فده اللي هو كان سبب كل اللي حصل. كما شاهدنا تلك التصريحات تركت علامات استفهام كثيرة على مواقع التواصل المصرية وحتى العربية، لتتسع موجة القلق تحت هاشتاغ وباء الفطر الأسود الذي تصدر المنصات في أكثر من دولة عربية. وعبر الهاشتاغ تساءل مستخدمو الإنترنت عن ماهية الفطر الأسود وأعراضه وطرق انتقاله. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة عبر سكايب دكتور نزار بهبري استشاري الأمراض المعدية. أهلا بكم دكتور معنا في العربية. لو تعرفنا أولا دكتور من الناحية الطبية، ما هو الفطر الأسود؟ لماذا ارتبط بالمصابين بكورونا؟ ولماذا ارتبط بحالات كبيرة في الهند؟ بكل بساطة الفطر الأسود أول شيء بنأكد عليه إنه هو ليس من الفطريات المنتشرة. من أشهر الفطريات اللي تصيب الإنسان هي الفطريات اللي تيجي عند الأظافر أو في المناطق المتعددة، هذه اسمها كانديدا، من أشهر الفطريات اللي ممكن تصيب الإنسان. الفطر الأسود فطريات تيجي للأشخاص اللي تنخفض مناعتهم بشكل كبير. يعني مثلا الأشخاص اللي مثلا جاتهم كورونا أو جالهم أي شيء بياخذوا له شيء يخفض المناعة، لكن بنأكد نسبة حدوثه جدا جدا قليلة، نادرا وليس متكاثر. الفطر الأسود يحصل لبعض الأشخاص المصابين بالسكري، يحصل لبعض الأشخاص اللي بياخدوا مثلا علاج كيميائي، لكن كل هذولا ما زلنا نقول إنه الفطر الأسود نسبة حدوثه جدا جدا قليلة مقارنة بأنواع الفطريات الأخرى، ليس مرض شائع. طيب دكتور، كما قلتم إنه مرتبط بمرضى السكري بسبب ارتفاع السكر في الدم الذي تتغذى به الفطريات، هل له علاقة بعدم النظافة كعدم نظافة المستشفيات، عدم نظافة قارورات الأكسجين ما تسبب في مرض مرضى الكورونا المصابين به؟ نفس الفطر الأسود ممكن يكون موجود صحيح في المستشفيات، ممكن يكون موجود في أي حديد، ممكن يكون بدون أي سبب أي معدات إحنا بنستخدمها حتى لو هي في بيتنا، بس تكون مع الأشخاص اللي مناعتهم غير صحيحة. مثلا بعض الأشخاص اللي يستخدم أدوات مثلا حديدية في تنظيف الإذن أو في فمه أو في أنفه أو في شيء يكون حاجة غير معقمة بشكل جيد وهو ما مفروض يحطها في ذاك المكان، تكون مناعته منخفضة لكن ليس مرض شائع. طيب نتحدث دكتور عن أعراض ظهور الفطر الأسود وأشكال ظهوره في الجسم. طبعاً هم يسموه الفطر الأسود علشان هو حقيقة يعتبر من أصعب 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 أنواع الفطريات. سريع الانتشار، أكثر الأشخاص اللي ممكن إنهم يجوا يشتكوا منه يشتكوا من مادة سوداء تخرج من أنفهم أو تخرج من الإذن، يكون مرتبط معها صداع شديد أو بدأت تتأثر العين. هو مشكلته الانتشار السريع ويأكل أحيانا العظام حقة العين وحقة الجيوب الأنفية ويوصل إلى الدماغ. المشكلة حقته إن مضادات الفطريات ما هي جدا فعالة فيه، فلو بعض الأشخاص مثلا يكتشفوا مبكرا، يمكن يعني أنا ما أحب أناقشها على التلفزيون، لكن طرق العلاج حقته أحيانا تكون ما هي سهلة جراحيا، يعني بعض الأحيان يضطروا جراحيا إنهم يشيلوا كل المنطقة
الأمامية من الجبهة للعيون للرأس، مقدمة الرأس، علشان يقدروا يحافظوا على المخ. ما هي سهلة. حتى في بعض المرضى اللي مروا بحياتي أعالجهم يرفض العملية، يقول لك حتى لو لا سمح الله أدت إلى الوفاة ولا إننا نعيش وإحنا كل هذه الأشياء انتشلتوها، لأنهم أحيانا يضطروا إنهم يشيلوا العينين، الأنف، الجيوب الأنفية. فهذا ما هو من الفطريات المنتشرة عشان الناس لا تخاف، لكنه حاجة نادرة الحصول لكنها موجودة. طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن علاج المصابين بالفطر الأسود؟ ما هي مدة العلاج؟ أم أنه لابد من استئصال العضو المصاب لحتى لا يصل الفطر إلى المخ وبالتالي الوفاة؟ للأسف الشديد واحد من أهم أسباب العلاج حقته تكون جراحية، وعلشان كده زي ما قلت الجراحة للأسف الشديد في كثير من الحالات اللي قابلتها في حياتي يرفض الجراحة، يرفضها تماماً، يقول لك تحاولوا تعطونا المضادات للفطريات قدر الإمكان لكن إحنا ما إحنا مسوين الجراحة، علشان أحيانا لما تسوي الأشعة تلاقيه أمتد بشكل سريع إلى بقية أعضاء الهواء، وإنت تبغى تحافظ على المخ وتبغى تحافظ على الدماغ، فأحيانا تضطر إنك تشيل عدة أعضاء من اللواء في واجهة الوجه. طيب دكتور، لماذا ارتبط هذا الفطر الأسود، هذا المرض بالهند تحديدا؟ هل بسبب ارتفاع مرضى السكري في الهند؟ وهل لابد أن نخشى في منطقتنا العربية؟ أحسنتي، إحنا لابدنا نأكد إنه الهند اللي حاصل فيها وجدا نبغى نأكد عليه. فاكرة لما إحنا قلنا كل العالم يخاف ويبغى التطعيم علشان لا يحصل شلل في القطاع الصحي، لما تكثر عليك عدد المرضى ويصيروا منومين في كل مكان وعندك كورونا في كل مكان وما أنت قادر تحافظ على القطاع الصحي، يقوم يحصل كثير من المضاعفات في القطاع الصحي، النظافة تهبط، أشياء كثيرة تهبط، وساعتها ممكن هذه الجراثيم تأخذ وضعها في الانتشار. أكثر من خاف منه دائما من انتشار مرض الكورونا، ونقول التطعيم مهم علشان لا يحصل شلل في القطاع الصحي، هذا أكثر شيء نخاف منه. علشان كذا هذا الانتشار اللي الحين الناس يسمعوه في الهند، طيب ما هي الهند موجودة من زمان فيها أعداد كثيرة من المصابين بالسكري، بس لما تجمع السكري الكثير وتجمع أعداد كبيرة من المصابين داخل المستشفيات وفيروس زي الكورونا وسقوط في الموتى وكثير من الأشخاص اللي ضعفت مناعتهم، فتقوم تسمع به في الأخبار وتبدأ تسمع فيه. الكل ما يقدر يعرف قد إيش أهمية إنه القطاع الصحي يظل قوي، ويظل قوي إنه تكون الأعداد اللي داخل المستشفيات يمكن احتوائها. من يوم ما يزيدوا الأعداد حقنا المرضى يقوم يسقط القطاع الصحي، يقوم نسمع بالمضاعفات هذه. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات من جدة عبر سكايب دكتور نزار بهبري استشاري الأمراض المعدية، شكرا جزيلا لك يا دكتور.